السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، حناخذ إن شاء الله من محاضرة الريتمي which is a part of the cardiology review. عادة محاضرة الريتمي هي أكثر محاضرة challenging، ويمكن في أو بنواجه فيها صعوبات في الكارديولوجي، فنركز إن شاء الله على الحاجات المهمة أو الحاجات اللي يعني لازم كلنا نكون عارفينها، أو عادة أغلب الأسئلة تجي عليها. حنبدأ أول حاجة بالأتريال فيبريليشن. نتكلم إن شاء الله عن الأتريال فلاتر، الإس بي تي، والفنتريكولار فيبريليشن. هذه كلها أندر تاكي أريتميز. وبعد كده حنتكلم عن البرادي أريتميز ومين للهارت بلوكس with first, second and third degree heart block. How to recognize it by ECG and how to manage. فأول حاجة لازم نتكلم عن الـ ACLS approach للأرتمية، وهذا يعني مختصر المحاضرة كله في الألغوريتم هذه. In general, how to approach patient with tachycardia. First, طبعا, if the patient has pulse, we go with this algorithm اللي هي adult tachycardia with pulse. وطبعا أول حاجة دائما نبدأ بالـ ABC. We connect the patient to cardiac monitor to 12 lead ECG. And then we assess and we ask the most important question في الأريتميا. كل المحاضرة هذه قائمة على هذا السؤال. Is the patient unstable or he's stable؟ هذا أهم سؤال. طبعا إيش الـ definition of instability؟ رقم واحد hypotension، رقم اثنين ساد اللي هي الـ S والـ A والـ D. S for syncope، A for angina، و D for dyspnea. angina اللي هو chest pain، يعني إذا المريض عنده shortness of breath، chest pain، hypotension، or syncope أو change في level of consciousness in general. فهذه كلها بالإضافة للـ hypotension والـ signs of shock. فهذه unstable patient. If the patient has tachycardia and he has pulse و he's unstable, then we go for synchronized cardioversion أو electrical cardioversion. This is very common question. يعني حتى لو ما كنت عارف الـ ECG بس أنت عارف إنه patient has tachycardia و يعني كان unstable في الكيس، أي واحدة من الحاجات اللي ذكرتها we do synchronized cardioversion بكل بساطة. وهذا very common scenario، عشان كده الألغوريتم هذا جدا مهم. مانجمنت اوف اريتم كله قائم على هذا الالجوريثم. بالنسبه لل اذا كان البيشنت ستيبل او ما كانت هذه الحاجات موجوده في الكيس، then we see the QRS complex. Is it more than 0.12 second اللي هي 3 small squares ولا less than this؟ فعاده طبعا لما تكون وايد QRS complex tachycardia يكون أكثر بكثير من يعني at least 5 or 6 small squares. ف you can easily recognize it. وهذه بنسميها ventricular tachycardia. فإذا كان the origin of the tachycardia is ventricular, the best medication is amiodarone. فإحنا نشخمط على الكلام الكثير هنا. adenosine only of regular monomorphic anti arrhythmic infusion، هذا هو أهم حاجة هنا، قصدنا هم الأميودارون. فغالبا يجي يكون في الخيارات هو أول خيار وأهم خيار الأميودارون في المانجمنت of VTAC. فحطوا هذا الشيء في بالك، وهذا هو الفيرست لاين في الفنتريكولر تاكيكارديا، وهو اللي عاده يعني فور ذا سيك اوف ام سي كيوز هذا هو الخيار الاول دائما ولازم تكون عارفينه. فاذا كانت فنتريكولر تاكيكارديا بنشوف الاي سي جي اوف بي تاك على طول يصير الخيار اميودارون. اذا كانت نارو كيو ار اس كومبلكس تاكيكارديا اللي هي الاتريال تاكيكارديا يعني الاوريجن من الاتريوم، فعندنا 3 differential diagnosis حنتكلم عنها. أهم شيء يعني لازم نكون عارفينها، زي ما قلت لكم المحاضرة حتركز على الأشياء اللي ضروري جدا نكون عارفينها وهي دائما موضع الأسئلة. فحيكون عندنا رقم واحد SVT أو supraventricular tachycardia، هذه خلينا نحطها كده في جهة على جنب. وعندنا atrial flutter و atrial fibrillation، دول الاثنين في جهة الحال. إذا كان atrial flutter or atrial fibrillation the cause of tachycardia or patient is stable, we go for beta blockers as a first line or calcium channel blockers as a second line of beta blockers is contraindicated. The first line is beta blocker. ليش؟ rate control.
ودحين حنشوف المانجمنت اوف اتريال فيبريليشن واتريال فلتر كذا لحالها، بس هذه الالجوريثم بتغطي كل شيء بما فيها المانجمنت اوف اتريال فيبريليشن. لكن اذا كانت اس في تي او سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، ففي هذه الحاله initial step is vagal maneuvers، خلاص اذا كانت ريجولار فيجل مانوفرز، اذا فيجل مانوفرز فيل وي جو فور ادينوسين، والادينوسين هو ريبيتد دوز يو كان ريبيتد، يعني if it fails to improve or يعني it persist we give adenosine again and we can give third time. ف this is very important. So this is the management of tachycardia with pulse. لازم تحطوا هذا الشيء يعني في بالكم، هذا الالجوريثم مستحيل يعني ما تشوفوا كميه اسئله سواء في اختبارات الهيئه او حتى في اختبارات الكليه. فمهم تكونوا عارفين هذا الابروتش. اهم سؤال is he stable or unstable، بعد كده اذا كان stable وفي هذه الحاله حنشوف هل هي ventricular we go for amiodarone ولا هي atrial، وفي هذه الحاله على حسب flutter fibrillation we go for beta blockers، إذا كان SVT we go for vagal maneuvers، if fails we go for adenosine. طيب نيجي للبراديكارديا. البراديكارديا is more simple وأسهل بكثير، بمجرد ما البيشنت يجي heart rate less than 50 again ABC 12 lead ECG وcardiac monitor، ونفس الأسئلة اللي سألناها is the patient stable or is unstable. إذا كان unstable أو قصدي إذا كان stable simply the management is to monitor and observe the patient. You don't do anything. خليه على cardiac monitor تتأكد إنه he's stable. إذا كانت عاملة الحاجات اللي تكلمنا عنها hypotension, syncope, change في level of consciousness, heart failure, shortness of breath أو ischemic chest discovery اللي هو chest pain، ففي هذه الحالة we have to give first line atropine. Second line atropine. Third line atropine again you can give زي ما انتم شايفين هنا 3 ملي جرام الدوز الواحده 1 ملي جرام بولس you repeat it every 3 to 5 minutes up to 3 ملي جرام تقدر تعطي. فدائما يجي سؤال يقول لك given atropine what's your next step still persist bradycardia repeat give another dose for up to 3 dose if this fails we go for transcutaneous spacing or temporary pacing. وفي خيارات ثانيه بس عاده هو هذا الخيار اللي يكون موجود في الخيارات طبعا according to diagnosis. اذا كان Mobitz 2 اللي هو second degree heart block Mobitz 2 or third degree heart block we will go for permanent pacemaker. وحنتكلم دحين كيف نفرق بالاي سي جي، بس اهم شيء عندي تكونوا عارفين المانجمنت اوف تاكي اند برادي arrhythmias. فهذه هي المرجع دائما يعني الالجوريثم في الاي سي ال اس الكوريتم. فحنبدا اول حاجه بالتكي اريثميز، وعندنا اهم واحد الاتريال فيبريليشن. كميه اسئله كثير حتلاقوها على الاتريال فيبريليشن دائما في اختباراتكم. الاي سي جي از فيري ايزي، اتس ايريجولارلي ايريجولار، معناها انه الديفرنس ما بين الكيو ار اس كومبلكس واللي بعده از نوت ذا سيم. يعني لو قلنا هنا تو لارج سكويرز هنا تقريبا 1 and half هنا 2 1 and half 3 2 فcompletely there is no pattern للirregularity، عشان كده يسموه irregularly irregular rhythm. بعكس لو كانت الdifference هنا مثلا 2 بعدين 3 بعدين 2 بعدين 3 بعدين 2 فهذا regularly irregular. هو هذا الفرق يعني في ده المصطلح هو اللي يميز الاتريال fibrillation. فit's completely irregular rhythm with no B waves زي ما انتو شايفين، وال الايزوإلكتريك بيز لاين از ابسنت، يعني بيكون في كايتيك اكتيفيتي زي ما انتم شايفين كده، يكون اللاين يعني ما هو ستريت لاين بالشكل اللي انتم شايفينه. فهذه الكاركترستيك. سو اتس ايزي تو ديتكت اتريال فيبريليشن يوجوالي تاكيكارديا بس نوت اولويز، وما يكون في بي ويف وايرريجولار ريثم. فهذه اتس مور ذان انف، وفي براكتس ات ويل بي ايزي يعني to recognize it from ECG. فالاتريال فيبريليشن is important. أخو الثاني اللي هو الاتريال فلتر it's usually regular، وأهم حاجة فيه sawtooth pattern أو اللي هي الفلتر waves، فهذه حتشوفوها في الاي سي جي when you practice it also it's easy to recognize it. عادة في الانفيريور ليدز تكون في السكند
والثيرد والاي في اف اللي هي الانفيريور ليدز، عادة تكون أوضح شيء في هذه الليدز اللي هي نسميها الفلتر ويفز. فما تهمكم الاتريال اكتيفيتي، طبعا الاتريال اكتيفيتي تكون على 300 ممكن توصل، بس الكوندكشن يختلف، الاي في كوندكشن او الاي في نود كوندكت ات ديفرنت ريت. فالفنتريكولار ريت عادة حيكون تاكي كارديك البيشنت، بس ما هو حاجة ثابتة. الكوندكشن ممكن يكون 3 to 1 2 to 1 على حسب، وعلى أساسها حنشوف عدد السو توث هذه. فهنا عندنا مثلا 3 to 1، فما يهمكم هذا الشيء، بس أهم شيء إنه تكونوا عارفين إنها نارو كيو ار اس كومبلكس تاكيكارديا زي الاس بي تي اللي دحين حنتكلم عنها. اتس ريجولار، وأهم كاركترستيك فيها السو توث باتر. فيعني هذا اللي ما يضيعك، هو الكلو المهم للاتريال فلاتر. طيب المانجمنت اوف اتريال فلاتر والاتريال فيبريليشن از ذا سيم، نفس اللي تكلمنا عنه قبل شوي. الى هذا الحد، الى هنا هذا اللي تحتاجوا تعرفوه، وهذا الحد اللي نفس اللي في الالجوريثم اللي قبل شوي تكلمنا عنها. If the patient is hemodynamically stable, we go for rate control with beta blockers or calcium channel blockers. If the patient is unstable, we go for electrical or synchronized cardioversion. هي نفس الكلام اللي قلناه قبل شوية في الالجوريثم اللي فات. الفرق انه هنا في جزئية، طبعا هذه الجزئية ما تهمكم كثير، بس ابغى اعطيكم فكرة عنها، يعني عادة ما تيجي اسئلة عليها، بس مهم انه when we want to go for rhythm control after rate control. يعني عادة مرضى الـ atrial fibrillation لو أعطيته rate control والـ target heart rate طبعا مهم تعرفوه من 70 to 110 you will control the rate. فمثلا لو جيت شفت الـ rate هتلاقي 97 أو يعني في الـ range اللي أنت يعني control the rate. لكن لما تعمل ECG أو لما تيجي تشوف الـ pulse it will be irregular. When you see the ECG هتلاقي الـ ECG irregular rhythm، لسه في atrial fibrillation، ف you didn't control the rhythm. ف if you want أو يعني إذا كان هذا المريض decided to go for rhythm control then this step is important، اللي هي we ask ourselves is the duration of atrial fibrillation more than 48 hours. يعني الاتريال فيبريليشن هذا قديم، عدت لفتره. طبعا كيف نعرف؟ لما يقول لي بالبيتيشن فور 3 دايز او بالبيتيشن فور 4 دايز، يعني هذا الابروكسيمتلي، او ففي اغلب الحالات يكون ان نو. فاذا كان اولد اتريال فيبريليشن اور ان نو، وهذا اغلب الحالات وي جو وذ ذس. نادر احنا عارفين انه الاتريال فيبريليشن بدا في اقل من 48 ساعه، either by symptoms أو إنه we observe it. يعني المريض كان عندي في المستشفى عملت له ECG أمس كان normal sinus rhythm، اليوم atrial fibrillation. ففي هذه الحالة أنا متأكد من ال duration، بس أغلب الحالات لا، it's unknown or ال duration كان عدى عليها أكثر من يومين. ففي هذه الحالة عندنا two options، we either do transesophageal echo وهذا اللي بيصير في أغلب الحالات to check if there is thrombus in the left atrium. If there is no thrombus, we give anticoagulation. هم مفوتين النقطة هذه، بس احنا anyway we will give anticoagulation and we do cardioversion to control the rhythm. إذا كان المريض في option ثاني إننا we anticoagulate him from the beginning for 3 weeks, then we do cardioversion, then we continue anticoagulation for another 4 weeks. شايفين الاتجاهين هذه كلها possible. طبعا ايش الهدف من هذا السب؟ ليه ما على طول؟ طيب انا ابغى اعمل كارديو او قصدي ابغى اعمل ريتم كنترول، اعمل او اعطيه دي سي شوك او اعمل له كارديو فيرجن. فالهدف من هذا السب كلها انه احنا خايفين انه يكون المريض هذا عنده ليفت اتريال ترومبس. ف if the atrial fibrillation is old عدت له 48 ساعه وانا ما اعرف متى الديوريشن، ففي هذه الحالة في احتمال إنه حصل في formation of thrombus. فمجرد ما نعمل cardioversion this is a risk أو major risk to give embolus وتعمل stroke. وحطوا ده الشيء دائما في بالكم، إحنا خايفين. فهو هذا الهدف، أنا يعني أعمل anticoagulation وإذا في thrombus it will dissolve وخلاص نخلص منها،
واعمل كارديو فيرجن، وبعد الكارديو فيرجن كمان لسه خايف بعطي انتي كوبوليشن فور 4 ويكس ثانيه. اول اوبشن الثاني ان وي جو فور تي اي اي واشوف انا بعيني كذا انه ما في ثرومبس في الاتريوم وبعدها اعمل الكارديو فيرجن. فهذه تو اوبشنز على حسب الاغلب اللي بنشوف انه يعمل تي اي اي ويتاكد وبعد كذا يعطي انتي كوبوليشن برضه عشان يطمن. هم هذا اللي قلت لك من جزئيه مس، يعني احنا في كل الحالتين نعطي انتي كوبوليشن، بس الفرق انه هنا حنتظر 3 اسابيع، لكن في هذا السيناريو لا، على طول اقدر في نفس الادميشن او المريض موجود نعمل له كارديو فيرجن كله عشان اعمل ريذم كنترول. طبعا هذه الجزئيه يعني اتس رير اللي نشوف اسئله فيها شويه ادفانسد، يعني اذا ليفل اللي هي الميديكال ستودنت او الميديكال انترن في اختبار الهيئه، لكن اهم جزئيه واهم حاجه لازم يكون عارفينها هذه النقطه. في unstable we go for cardioversion، في stable we go for rate control. وحطوا في بالكم موضوع الصداع هذا كله بسبب اني خايف من اللفت اتريال ثرومبس. ليش؟ لانه اتريال فيبريليشن ineffective contraction of the atrium، بالتالي البلد حيصير stagnant وممكن تتكون ثرومبس في الاتريوم. فانا بمجرد ما اعمل cardioversion ممكن يصير لها embolization تروح تسوي stroke. فالهدف من هذه السبب كلها موضوع اللي هو في الريتم كنترول. طيب بعد ما خلصنا الموضوع هذا كله وعملنا قلنا انتي كوغوليشن فور 4 ويكس، بعد كده لازم نحسب تشاد فاسكور. هذا موضع اسئله كبيره جدا، يعني اللي يدخلوا اختبار الهيئه الان يشوفون هذه النقطه. يعني سمبلي الاسئله ممكن يقول لك كالكوليت تشاد فاسكور، والسنه اللي فاتت سؤال كان 5 والسنه اللي بعدها 6 ودائما بيتغير، ومهم جدا السكور هذا تكون عارفينه. بعض الاحيان لا، what's your management، وهذا اكثر كنا بنشوفها ايام الكليه اسئله اللي يقول لك، يعني فلازم اكون عارف كل البارامترز واحسبها في الكيس واحد واحد، امشي معاه في الكيس واحده واحده واحسب السكور. اهم شيء لازم اعرفه عشان ما اضيع انه الايج اذا 75 or more they will take 2، والستروك تي اي اي هذه لان هي مصيبه الاتريال فيبريليشن ستروك عشان كده تاخذ 2، الأدر ريسك فاكتورز تاخذ 1، والماكسيمم سكور طبعا 9. فاحنا اذا كان السكور طبعا المانجمنت اكوردنج للسكور اللي نحسبه، اذا كان 0 ان ميل اور 1 ان فيميل، لانه الفيميل اذا اخذ 1 جاست بيكوز شي از فيميل وي دونت جيف انتي كوبوليشن، اتس نوت كالكوليتد. يعني فاذا كان 1 ان فيميل اور 0 ان ميل وي دونت جيف انتي كوبوليشن. اي حاجه اكثر من كده فور ذا سيك اوف ام سي كيوز وي ويل جيف انتي كوبوليشن. طبعا اللي حتلاقوه في up to date وفي sources انه يقول لك consider anticoagulation والdecision should be individualized، هذا الكلام اللي المفروض، بس انه في الأسئلة وحتى اللي بيصير in real life انه you don't take this risk، وعادة they give anticoagulation. فمجرد ما يكون 1 in male or 2 in females في هذه الحالة we give anticoagulation. نفس الشيء طبعا هنا اكيد anticoagulation indicated 100% اذا كان 2 or 3. فانت حطوا ده شيء في بالك. يعني بعض الكيسز هذه لما ابدأ قراها انا كنت ابدا 75 years old خلاص انتهى اخذ 2 بوينت، فهنا انتهى ما يحتاج احسب الباقي، على طول هذا حياخذ انتي كوغوليشن. ايش الانتي كوغوليشن بريفيرد في الاتريال فيبريليشن؟ النواكس نان فيتامين كي اور الانتي كوغولنس اللي هي دابيجاتران ريفروكسيبان ابيكسابان، لازم تكونوا عارفينها كويس. هذه هي الميديكيشن الفيرست لاين، خاصه الابيكسابان والريفروكسيبان، هذه هي الفيرست لاين تريتمنت حاليا في انتي كوغوليشن في الاتريال فيبريليشن في كل المرضى بدل الوارفارين. الا التو انديكيشن لازم تكونوا عارفينها كويس، الميترال ستينوزس والميكانيكال هارت فال. الميترال ستينوزس زي ما انتم عارفين من اهم اسباب الاتريال فيبريليشن، لانه لو تتذكروا في محاضره الفالفولار هارت ديزيز قلنا الميترال ستينوزس ويل كوز، طبعا البريشر حيزيد، يصير في بريشر اوفرلود، بعد كده فوليوم اوفرلود في الليفت اتريوم، بالتالي دايليتد ليفت اتريوم. فالدايليتد ليفت اتريوم هذا هو الاوريجين اوف ذا امبلس، فهذا ويل بريديسبوز تو مالتيبل اوريجين اوف امبلس او الاكشن بوتنشال، بالتالي حيعمل اتريال فيبريليشن. فاللي ابغاكم تعرفون انه ميتر سينوزس از ا ميجور كوز اوف اتريال فيبريليشن، ونسميه له اسم يعني valvular AFib بيسموه valvular atrial fibrillation، يعني atrial fibrillation caused by valve lesion أو بالتحديد mitral stenosis. فالvalvular AFib
او الميكانيكال هارت فالفز، دول الاثنين ما نختار فيهم الا وارفرين، لانه لسه ما عملوا ستاديز عليهم، مو لانه احسن الوارفرين، لانه لسه ما عملت ستاديز على هذه الاثنين. عشان كده دائما الوارفرين على طول ميكانيكال هارت فالف كلهم هتلاقوهم على وارفرين، وابدا ما نستخدم غير الوارفرين فيهم. ميكانيكال هارت فالف whether it's with atrial fibrillation or other disease، او قصدي ود يعني المريض بمجرد ما نركب له ميكانيكال هارت فالف they need to be on warfarin whether they have atrial fibrillation or not. فالفكره هنا دائما حطوا ذا الشيء، هذه ما تستخدم فيهم الدواكس. اذروايز هي البريفير. يعني لما يجيني سؤال واحسب له تشات فاس سكور والاقي يقول لي واتس ذا نكست مانجمنت والاقي ابيكسابان وارفرين في الخيارات، اختار ابيكسابان. طيب اذا ما احط لي غير الوارفرين في هذه الحاله ما عندي غيره، لانه كثير من اسئله الكليات لسه نت ابديتد ولا زال الوارفرين هو اللي موجود في الخيارات، ففي هذه الحاله حنختار الوارفرين. ف هذه النقطة جدا مهمة. طبعا النقطة الثانية المهمة انه بمجرد ما المريض يكون عنده valvular AFib او AFib secondary to mitral stenosis we don't calculate chat vasco، خلاص انتهى، حياخذ anticoagulant لانه very high risk to have stroke. المايترال ستينوزز عمل ليفت دايليتد ليفت اتريا، بالتالي الاتريال فبريليشن هذا حيكون مور سيفير وحيكون يعني difficult to manage. ففي هذه الحالة they have a risk of developing stroke, so you need without calculating chat vasco to give them anticoagulation بالتحديد الوارفرين. الباقيين كلهم نحسب فيهم chat vasco. طيب هذه المانجمنت اوف اتريال فبريليشن، وحتشوفوا كميه اسئله كثير عليها، فاللي يفهم هذه النقاط ان شاء الله ما حيواجه اي مشكله. طيب نجي للاس في تي او السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. اتس ا ريجولار تاكيكارديا. اهم ميزه فيها انه اتس نارو كومبلكس، نارو كيو ار اس كومبلكس، فيري نارو زي ما انتم شايفين، 1 سمول سكويرز بيكون عاده ال 1 سمول سكوير اللي هو less than 120 او 0.12، هي نفس الشيء 0.12 اللي هي كلها هتكون 3 سمول سكوير، فهي اقل من كده هتكون 1 او يعني 2 ما تزيد عن هذا الشيء. اهم كاركترستيك في الاس في تي او الكلو المهم جدا في الام سي كيوز، لما يجيب لي اتريال او قصدي تاكي كارديا نارو كومبلكس تاكي كارديا with rate more than 180، اكثر من 180، في هذه الحاله this is SVT until proven otherwise. وهذه الاسئله بنشوفها في اختبار الهيئه، يعني بعض الاحيان ما يجيب لك ECG مثلا ويقول لك انه في تاكيكارديا with this rate it's not a complex، خلاص هذه SVT. ليش؟ لانه atrial fibrillation atrial flutter way less common to cause tachycardia with this rate، يعني it can reach up to 280 beats per minute. فالتاكيكارديا اللي هي more than 200 it's either usually SVT او اذا كانت ventricular no ventricular tachycardia اللي حنشوفها الان. فهذه ايش المانجمنت؟ already قلنا اذا كان unstable we will do electrical cardioversion، اذا stable we go for vagal maneuvers، او اذا ما نفعت نعمل او نعطي adenosine. ف هذه أسئلة عليها خاصة الهيئة، يعني بيبوها كثير ودائما تجي في الأسئلة، فلازم نعرف الـ ECG. طبعا ما حيكون في بي ويف عادة، حيكون في نارو كيورس كومبلكس تاكيكارديا ورابيد ريت، فيري رابيد ريت ونو بي ويف. طيب نيجي بعدها للفيتاك. الفيتاك از فيري ايزي اي سي جي زي ما انتم شايفين. البرود كيورس كومبلكس، شوف الكيورس كومبلكس it's 5 or 6 small squares، فهذا على طول اعرفها الفي تاك، يعني it's easy to recognize it. والهارت ريت is always لانه الاوريجن is the ventricle، فالventricular rate اللي هو الريت اللي بنحسبه حيكون very high، عادة more than 100 it can reach more than 2 or 300. ف this is في تاك. تكلمنا again عن المانجمنت، طبعا هي according whether there is pulse or no pulse، بس اهم شيء انكم تعرفوا اللي with pulse we ask ourselves is there instability or the patient stable. If unstable electrical cardioversion, if stable we go for amiodarone infusion as first line. طيب نجي للventricular fibrillation. Ventricular fibrillation زي ما انتم شايفين chaotic activity with no B or T wave and no QRS complex، والريت عادة more than 150 it can reach up to 500، وعادة البيشنت هذا يكون pulseless. فالمانجمنت في المرضى اللي يكون عندهم pulseless VTAC
أو ventricular fibrillation نفس الشيء، كلهم we do defibrillation we give them shock من اسمها ventricular fibrillation، فحنعمل defibrillation. إيش الاسم الثاني للdefibrillation؟ unsynchronized cardioversion، يعني اللي فات اللي كنا في الـ with pulse كان synchronized، هنا unsynchronized cardioversion، فعشان كده يسموه defibrillation، وهذا بيكون الشوك is given at any time في الكارديك سايكل. طبعا هذه هي المانجمنت اهم ستيب، يعني اذا جات ventricular fibrillation قال لك بس نكتب defibrillation وتبدا سي بي ار. ف this is important. طيب طبعا اذا كان على ما تبدا تركب اللي هو الريكوردر في هذه الحاله تبدا سي بي ار قبل الديفبريليشن. طيب نيجي للبرادي اريثميز، فعندنا الهارت بلوك is very important. الهارت بلوك we have 3 degrees for different يعني ECG مهم جدا نكون عارفينها. أول حاجة first degree heart block this is benign heart block. الحاجة الوحيدة اللي بتحصل فيه إنه الBR interval اللي هي من بداية الB wave إلى بداية الQRS complex is prolonged it's more than 5 small squares. فنحسبها دائما، ولازم لما تحسبوها تحسبوا اللي بعدها كمان واللي بعدها، تتأكدوا إنها constant ثابتة it's prolonged ولكنها ثابتة، وكل B wave لها QRS complex. فلازم أحسب دائما في الهارت بلوك أحسب الـ B wave عددها وأحسب الـ QRS complex، هتلاقوها متساوي كل B وكل QRS complex مع B wave. ف this one doesn't cause hemodynamic disturbance and no treatment is required. خلاص، لأن عادة أصلا ما تعمل براتيكارد، يعني الريت يكون نورمال. تجي كيس مريض ما عنده شيء incidentally يديك الـ ECG يقول لك إيش هتسوي، ركب بيس ميكر ولا فولو أب؟ ففي هذه الحالة تختاروا الفولو أب لأنه first degree heart block only the B wave is prolonged five, more than 5 small squares، فهنا تقريبا 7 or 8. طيب نجي لي second degree heart block Mobitz 1، فهنا لا مختلف، هنا نفس الشيء حيكون في BR prolongation لكن مختلف إنه progressive prolongation. فهنا مثلا في البداية كانت 1 2 3 4 5 تقريبا 6 زادت لي 7 or 8 زادت 9 10 progressive prolongation followed by dropped QRS complex. فهنا الحاجة الثانية اللي تفرق وتساعدنا انه بيكون في empty space في الـ ECG، لما احسب الـ B wave الاقيها اكثر من الـ QRS complex. ف this is very important. The number of B wave is more than the number of QRS complex. And the BR interval is longest immediately before the dropped beat. فكل ما لها تزيد لين توصل لحد كبير جدا، شايفين البي ويف فين والكيو ار اس كومبلكس فين، بعد كده يصير في دروب ذا كيو ار اس كومبلكس. Again this does not require any treatment it's benign heart block. مهم جدا افرق عن الموبيتس 2 اللي هو السكند ديجري هارت بلوك which also has dropped the QRS complex. زي ما انتم شايفين again في empty space في الـ ECG، لكن هذا الفرق انه الـ BR interval is not prolonged، ما في progressive prolongation في الـ BR interval it's constant ثابتة. شايفين الـ BR interval remains constant ثابتة وفي sudden drop the QRS complex. عشان كده دائما مهم في الهارت بلوك احسب عدد البي ويف واحسب عدد الكيو ار اس كومبلكس واشوف. عاده اذا البي ويف اتس مور ذان ذا كيو ار اس كومبلكس اعرف انه في مشكله في هارت بلوك. اشوف على طول البي ار انترفل اف اتس برولونجد بروجريسيفلي برولونجد ذس از موبيتس 1، اذا كانت كونستنت ذس از موبيتس 2. ذس وان ديفرنت از ديفرنت بيكوز ات نيدز temporary pacing وبعد كده لازم اعمل permanent pacemaker. فهذا الموبيتس 2. اخر حاجه عندنا الثيرد ديجري هارت بلوك او الكومبليت هارت بلوك، طبعا هذا الموست امبورتنت وهو يمكن اكثر هارت بلوك بيجي في الام سي كيوز، so you need to really practice the ECG في الكومبليت هارت بلوك.
أهم حاجة هنا طبعا الاتريال ريت ما يهمني، الاتريال ريت ما حيوصل كله، يكون ممكن 100 أو أيا كان، لكن الفنتريكولار ريت والريت 40، وهذه أهم فيتشر مهمة جدا، لأنه عادة يعطيني هي في الكيس أو أنا أحسبها من الإي سي جي. لما أحسب الريت ويكون يوصل ل 40 وليس، يو هاف تو كونسيدر كومبليت هارت بلوك أز فيرست ديفرنشال دايكنوزيس، very important، هذا الشيء جدا مهم. إذا severe bradycardia to this limit is usually أو I have to consider، يعني أنا في البداية عشان كده دائما أول step we measure the rate أو we calculate the rate، بمجرد ما يكون severe bradycardia على طول كده يشتغل في عقلكم ال third degree heart block أو complete heart block. ف next step دحين حنشوف إيش أهم حاجة، إنه عندي independent atrial and ventricular rate، يعني ال atrial والاتريوم كونتراكت والفنتريكل كونتراكت كل واحد بدون اي سينكرونايزيشن ما بينهم. فهذا طبعا اكيد يحتاج ادمشن ويحتاج تمبوراري بيسنج وبعد كده بيرمننت بيس ميكر، فتكون دائما المرجع او الجواب بيس ميكر بليسمنت في هذه الاسئله. فهذا الاي سي جي طبعا اهم حاجه فيه اني اجين تشوف عدد البي ويف وتشوف عدد الكيو ار اس كومبلكس، وهنا البي ويف يعني حتكون اكثر بكثير، يعني هنا تقريبا 9 بي ويف وانلي 4 كيو ار اس كومبلكس. فهذه كاركترستيك مهم، وبعض الاحيان البي ويف يعني تكون في اماكن غريبه، ممكن تكون في الكيو ار اس كومبلكس نفسه او تكون في عند التي ويف، او فما في مكان محدد لها. فهذا رقم واحد، يعني اتس كومبليتلي independent atrial and ventricular rate. الحاجه الثانيه البراديكارديا زي ما انتم عارفين، نشوف عدد اللارج سكويرز 1 2 3 4 5 6 7 300 باي 7 ونشوف الريت كم حيكون. it will be severe bradycardia ويعني less than 28 حيكون. فبمجرد ما تشوفه وتشوف عدد كبير من البي ويف، you have to think about complete heart block. هذا بالنسبة للحاجات المهمة اللي نحتاج نعرفها في الأريثميا. إن شاء الله نكون غطينا كل حاجة، وكل حاجة واضحة، وبالتوفيق للجميع.